ويرجع لكم مره اخرى ونروح لبقيه الصفقات. قول بقيه صفقات غزل المحله كده عشان نخش على النادي اللي بعد كده. يعني غزل المحله في ابراهيم الحملاوي ده باك ليفت المقاولين العرب. في قلنا عمرو رمضان رجع تاني. كريم فتح الله كان في الاتحاد. في كريم فتح الله وفي محمد سماره لاعب المقاولين لعيب مميز فلسطيني الجنسيه بس الجنسية واخد الجنسيه المصريه برضه. وفي معتز محروس من الجونه برضه لعيب كويس. طب صحيح تمام. هروح لامبي. معانا اول صفقه ثلاث صفقات. صلاح عاشور الصفقه الاولى طبعا مهاجم رجع من قازم الكويتي مهاجم اتحاد الشرطه. تمام. صلاح عاشور قدامنا الصوره. الصفقه الثانيه عماد السيد حارس المرمى طلع الجيش. يا عماد السيد حارس المرمى طلع الجيش. الزمالك كان عايزه طلع سابوه طلع ما راح هو كان فري راح مضى في امبي ما كان ممكن يجي تمام. عماد السيد. الصفقه الثالثه محمود توبة لاعب مصر المقصه ولاعب الاهلي السابق تمام. ده اللي قدامنا في الصوره. تمام. روح للانتاج الحربي. ابرم اكتر حوالي 14 صفقه احنا جايبين منهم حوالي كابتن اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل يوسف طبعا هو المدير الفني. ادي صفقه احمد شعبان لاعب بتروجيت. يا خلاص راح انت. رقم 2 باسم مرسي مهاجم بتروجيت وهداف بتروجيت. لعيب كويس. لعيب كويس ومهاجم جيد مواليد 91 لسه معدي السن. احرز السنه اللي فاتت كان يعني 4 أهداف أو 5 أهداف مع بتروجيت هداف الفريق. تمام. رجع من الاصابه لسه. رقم 3 حسين غنيم لاعب النادي الاهلي بس لسه مصاب على فكره مش هيلعب الماتش اللي جاي ضد الاهلي. من الصفقات اللي بعتمد عليها كابتن اسماعيل يوسف. تمام. عنده مزق في العضله الخلفيه. وكان قبل بدايه الموسم برضه كان جاله حاجه في رجليه في ظهره كمان. تمام. عصام محمود حارس المرمى. تمام. عصام لسه بس كبير. عصام 40 سنه؟ لا عصام حوالي 38 سنه. تمام. كان في وادي دجله الموسم الماضي. تمام. طبعا النجم اللي جاي عمرو فهيم. عمرو فهيم دلوقتي المفروض يبقى مدير فني. عمرو فهيم طبعا ما شاء الله كابتن بس راجل في الملعب بيعتمد عليه بشكل اساسي ولعب ماتش الزمالك في الكاس وعلى طول بيلعب اساسي. تمام. الصفقه السادسه معانا هادي انور ده منضم مع 3 لعيبه زمايله من نادي الزمالك. هادي انور كان من ناشئين الزمالك من البحيره ده لعيب كويس. يعني في بعض الصفقات برضو موجودين هنقول محمود البدري بس مش معنا مفيش صور ليه ده من الزمالك برضو ده من الزمالك. في محمود البدري وفي هاشم نشأت من انبي على فكره قعد احتياطي في ماتش محمود البدري ده كان من ماتش الزمالك في مع فريق الاول هو قعد ماتش ده البدري لعب قبل كده كمان لعب مع كابتن حسام حسن. تمام. انا فاكر في البدري وفي هاشم نشأت من انبي ده مهاجم وفي طارق طه برضو ده من انبي ده باك ليفت لعيب كويس. واحمد محمد عباس ابن كابتن محمد عباس لاعب نادي الزمالك ده برضو ابنه موجود وفي احمد الفولي برضو. تمام. دي صفقات موجوده واحمد السيسي. احمد السيسي من برضو كان في كمان كلام ان كابتن هياخد جمال حمزه واحمد عبد القادر وكان عايز جمال حمزه بس اداره الانتاج الحربي كان عندها مشكله مع جمال حمزه انه كان جه قبل كده كان عمل بعض المشاكل وكده او مفيش يعني حصل حاجه فرفضوا ان هو يجي تاني. مع ان اقول لك حاجه في اللعيبه بتقول لي في التمرين مكسر الدنيا بيعمل حاجات بيقول احنا بنتفرج عليه في التمرين. جمال حمزه يعني. ده من امهر اللعيبه اللي جم في مصر يعني طبعا. بتروجيت ده اكتر لاعب جاب جون في من الزمالك في الاهلي. جمال حمزه جاب كام اكتر كابتن جاب حوالي بتاع 5 أو 6 جوان حاجه زي كده 6 جوان الجونه. اسلام محارب اول صفقه معانا. اسلام محارب لاعب النادي الاهلي لاعب كويس. الصفقه الثانيه الهاني سليمان يمكن اسلام محارب بيلعب في نص الملعب. هاني سليمان حارس المرمى راح راح الجونه تمام. كان راح ومشي وبعد كده رجع تاني. تمام. الصفقه الثالثه حسن الشامي لاعب وادي دجله ده باك ليفت عارفه ده لعيب كويس حسن الشامي قدامنا اهو على الصوره. بعد كده شريف رضا لاعب تليفونات بني سويف ما كنتش جبت الصفقه اللي انا في بالي. محمد بلال شريف رضا لعيب كويس جدا. لا محمد بلال ده باك ليفت كمل. ده شريف رضا قدامنا. بعد كده محمد بلال شريف رضا لعيب كويس كان في الجونه اساسي طبعا. محمد بلال باك ليفت كان بيلعب في الزمالك وراح الاهلي فتره تمام. وفي كمان معانا احمد ابراهيم بس ما جبناهوش. انت في حد قصدك عليه؟ مين يا كابتن؟ عصام الحضري ده عصام الحضري في دجله. ايوه امال ده نادي ايه؟ ده الجونه. سوري معلش انت بس انت جايب عصام الحضري. بعدين عصام الحضري في يناير يعني لسه في يناير لسه ما لسه ما يعني بس يعتبر صفقه خلاص وبرمت يعني مضى العقد وبرمت بس مش هل بس هل ممكن هو يلعب دلوقتي لان هو جاي محترف من بره المحترف. لا ما يلعبش بكره في يناير طب يبقى لسه ماشي صحيح عندك حق. بعد كده اتحاد الشرطه
بعد كده اتحاد الشرطه ابرم صفقتين بس. اتحاد الشرطه قال ان ده جاب لعيبه ده مشى لعيبه كتير قوي. احمد عبد الله وسعيد مراد. احمد عبد الله بتاع طلائع الجيش باك ليفت. احمد عبد الله باك ليفت بتاع طلائع الجيش بتاع الاتحاد السكندري اللي قدامنا في الصوره. اه طبعا لعيب كويس. اه طبعا. وسعيد مراد. سعيد مراد طبعا لاعب الانتاج الحربي. لاعب الانتاج الحربي لعيب كويس. لا كان في البلديه اعتقد قبل كده. قدامنا سعيد مراد كان في اه طبعا كان في البلديه قبل كده طبعا. صحيح تمام. دول الصفقتين اللي ابرمهم. ورضا العزب كان مشي ورجع تاني كان يعني موجود معاهم. اتحاد شرطه شكله مستوى السنه دي اقل. هو بيعتمد على الناشئين بشكل كبير لان هو في توفير فلوس. مفيش فلوس, فلوس تمام تمام. نروح اللي بعد كده. مصر المقاصه. ابرم طارق يحيى. كابتن طارق يحيى ابرم ست صفقات. احمد السيد من تليفونات بني سويف من الاهلي. احمد السيد. تمام. احمد بعد كده احمد عبد الرؤوف برضه من التليفونات. كان احمد الرؤوف لاعب الزمالك. لاعب الزمالك ديفندر. الديفندر. رقم 3 رامي عادل لاعب سموحه المساك لاعب النادي الاهلي. بس اقول لك ايه بس احمد رؤوف كان لاعب في المقص. احمد عبد الرؤوف كان في المقص. كان في المقص وبعد كده راح التليفونات. بعد كده التليفونات رجع تاني المقص. طبعا عمرو عادل. رامي عادل. رامي عادل سوري. رامي عادل شقيق عمرو عادل. طبعا. رامي عادل لاعب النادي الاهلي السابق. رمزي صالح حارس مرمى سموحه. صحيح. رمزي صالح قدامنا اهو. بعد كده هاني سعيد لاعب سموحه. هاني رجع تاني المقص. هاني رجع تاني المقص. هاني ده من افضل اللعيبه اللي جم في مركز الليبرو في طبعا. مصر طبعا طبعا بيلعب ديفندر كمان. كفايه البطوله اللي عملها 2008 2008 كان هايل مع كابتن حسن. تمام. والصفقه السادسه معانا يوسف حسن لاعب نادي الزمالك. ياه. اللي دخل في مبادله مع حماده طلبه. يوسف ده كان بيلعب ماتشات اخيره. كان بيلعب راس حربه. الزمالك دخله مع صفقة مع فييرا. مع مستر فييرا. تمام. وناس كتير جدا بتحبه في نادي الزمالك بيتكلموا عليه كويس. وادي دجله برضه ابرم صفقتين زي الشرطه بالظبط. احمد مجدي لاعب الزمالك. ولعب في الكاس معاه. احمد مجدي ومهاب سعيد لاعب الاسماعيلي. مهاب سعيد ولعب برضه في الكاس معاه. ولعب في الكاس معاه. مهاب سعيد لاعب الاسماعيلي. واخيرا عصام الحضري. واخيرا ليه بقى وادي دجله بالذات يا جماعه؟ لان وادي دجله هيشارك في الكونفدراليه. كده خلصنا احنا كده وادي دجله. نروح للداخليه. مصطفى يونس امبارح بيقول لي احمد مجدي هيروح الاهلي. احمد مجدي بتاع دجله؟ لا صعب. ما انا قلت صعب برضه. اعتقد بس كابتن مصطفى يونس بيقول كده. يمكن مجدي بتاع المحله. ممكن احمد مجدي بتاع غزل اللي في سموحه. الله اعلم بقى هنشوف. الداخليه احمد فرج لاعب السكه الحديد. احمد فرج. احمد فرج راح الداخليه. راح الداخليه. تمام. وكان لاعب الاهلي 6 شهور. ايوه تمام تمام. رقم 2 عصام عبد العاطي لاعب المصري. ياه. اللي هو خد اللي هو فعينه. اللي هو خد رصاصه في عينه. في عينه. طيب معانا سياده اللواء خليل حرب مدير امن السويس. سياده اللواء ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن خالد. انا عارف انت زعلان مني بس انا قلت اول حلقه يعني ما تزعلش مني يا سياده اللواء. سياده اللواء عموما حصل خير. ماشي يا سياده اللواء. سياده اللواء عايزين نطمن بس على يعني تامين. وانا عارف والله ان يعني حضرتك بالذات اكتر مدير امن عليك حمل لان كل ماتشات المصري ذهاب واياب هتتلعب عندك في السويس غير طبعا المظاهرات بتطلع كل يوم جمعه. عارفين ان حمل شديد ولكن يعني حضرتك ان شاء الله قدها وقدود يا سياده اللواء. الله يخليك يا كابتن خالد. انا عايز بس اقول لحضرتك ان ده واجب علينا. تمام. وان ده واجبنا الوطني ان احنا بنقدم الخدمات الامنيه لكافه المواطنين. لما بالنسبه لتامين مباريات المصري اهلا بالمصري في السويس. انما احنا لابد ان احنا ندرس التامين بشكل جيد عشان ما تحصلش نفس الكارثه بتاعت ماتش بورسعيد. بالظبط كده. عشان ما يكونش فيه اي تداعيات امنيه. وده دورنا ان احنا نحمي المواطن ونحمي اللعيبه ونحمي طاقم الحكام ونحمي الاداريين بصفه عامه. والصوره الكامله للرياضه تبقى صوره مشرفه ونسعد الملايين والجماهير. سياده اللواء ان شاء الله اللي خليناها في استاد عجرود على اساس ان هو يكون بعيد عن قلب المدينه. هو تم اختيار استاد عجرود اكثر تامينا وامانا. تمام. وان شاء الله تخرج المباراه بصوره طيبه ان شاء الله. مباراه الزمالك والمصري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا سياده اللواء وبكرر اسفي لو كنت زعلان وبنتمنى يا رب ان شاء الله
يعني كل ماتشات المصري يعني تمر بسلام وان شاء الله باذن الله الدوري يكتمل. شكرا سياده اللواء. شكرا سياده اللواء مدير امن السويس، كان زعلان مني عشان قلت ما الالترا سدد ماشي سويسه كابتن خالد من عارف فقلت له مدير امن خاف من الالترا ولا حاجه. عايزين يا جماعه يعني الدوري يرجع يعني والرياضه ترجع ان شاء الله باذن الله. وخلاص كده مدير امن السويس هيتم تامين المباريات. وعلى فكره معلومه بس، يوم الاربع الزي الرسمي للنادي المصري هذا الموسم طاقم اسود حداد على طاقم اسود. اتفضل يا سعيد. استاذ عجرود مفيش حد يقدر يهوب بنحياته لان ده يعتبر زي منشاه عسكر الجيش هيامن بالظبط بجانب الشرطه اللي هيقرب بقى يعني. تمام تمام اتفضل. قلنا احمد فرج قلناه، قلنا الداخليه صفقات الداخليه طبعا دي الصفقه الثالثه محمود الغرباوي اللي قدامنا. محمود الغرباوي حارس مرمى تليفون بني سويف المنضم للداخليه. تمام. قلنا احمد فرج وعصام عبد العاطي ومحمود الغرباوي. ماشي يا كابتن خالد. ندخل بقى على بس على الشاشه اهو. بص يا سعيد تيشيرت المصري تمام اللي هو الطقم الاسود ده. تمام تمام. وفي برده كان لعيب ضمه الداخليه اسمه جهاد جنيدي من سكر الحمديه ده مساك. جهاد جنيدي. جهاد جنيدي من سكر الحمديه. تمام تمام. بتروجيت ابرم صفقات كتير معانا منهم بعض الصفقات. جيمس النيجيري ده مهاجم، ده بيقولوا مهاجم جامد جدا اللي قدامنا في الصوره فعلا جامد جدا شكله جامد. بيقولوا يعني لعيب بتروجيت بيكلموني بيقولوا لي فيرود هيبقى قنبله في الموسم السنه دي. بص بقى ده جيمس ولاعيبه بتروجيت بتقول ان هو فيرود هيكون قنبله. دي حقيقه. هتلاقي جيمس ده ما بيجيش الاهلي والزمالك يعني تلاقي لعيب مميز جدا وبفلوس قليله بيروح نادي غير الاهلي والزمالك بسبب وكلاء اللاعبين. هنتكلم عليه يا كابتن، احنا اتكلمنا عليه وقت في البرنامج الناس تفتكر ان احنا اول ناس اتكلمنا. فاكرين يا جماعه احنا قلنا جيمس بس كده جيمس بوند. يلا يا عم الصفقه الثانيه احمد عمران بتاع الزمالك والجونه وامبي امبي احمد عمران لعيب كويس لعيب كويس. ثلاثة ديفيز من زامبيا ده وحش كاسر ده شكله وحش فعلا بس على المستوى الفني حتى الان لسه ما فيش كلام ان هو يعني لعيب جامد يعني لعيب عادي يعني لعيب عادي. تمام. ديفيز من زامبيا عاشور الصفقه الرابعه عاشور الطاقي. طبعا عاشور الطاقي ده لاعب منتخب مصر مع بوب برادلي اكيد وكان في وادي دجله ولعيب كويس جدا واصلا بتروجيت هو اصلا بتروجيت طبعا لعيب كويس قوي زي سابوه في وادي دجله لعيب هايل. تمام. وكان سعره ما شاء الله الصفات في ليرز كان بياخد مبلغ عالي جدا يعني. تمام. الصفقه الخامسه معانا فادي نجاح لاعب حرس الحدود. فادي طبعا فادي نجاح قدامنا اهو في الصوره. تمام. الصفقة الستة معانا محمد الشناوي حارس مرمى طلاع الجيش المنضم لبتروجيت ولعب الاهلي سابقا والاهلي سابقا. تمام. اذا طلع الجيش استغنى عن كل لا ده بيع وشراء ده بيع وشراء ده بيع وشراء. الصفقة السابعة محمود شكري لاعب الاسماعيلي. تمام. محمود شكري لاعب الاسماعيلي. في لعيبة تانية بقى مع محمود شكري لاعب الاسماعيلي قدامنا في الصورة كابتن خالد. يبقى كده خلصنا بتروجيت بس في بعض الصفقات التانية مش موجود معانا صورها. تمام. احنا ابرز شامل بطوط اللي هو لاعب الترسانة في نص الملعب اشول. في دبش اللي انا مرة قلت لي دبش احنا مع بعض في اخر حلقة قبل كده. ده لاعب مالية كفر الذات زي ما قلت لك انضم فعلا لبتروجيت. في محمد عبد السلام من النصر باك ليفت مميز جدا. في ده دبش ده هيلبس 31 اكيد. ده هيجيب هيلبس رقم 31 هيجيب شيش عشان الطاولة. في سعيد كمال برضو لاعب الشرطه من ضمن الموجودين. وفي احمد عبد الغني باقرات من الشرقيه بيشتروا ب 250 بس ده باش لعيب كويس. ما لعيب كويس بس لسه حتى الان لما ما اثبتش نفسه مع الفريق. تمام. القناه دوجي الغني ده لاعب محترف اهو ده 4 باي 4 ده في المطعم اهو ما شاء الله عامل زي الاكس على المطعم. تمام. دوجي دوجي من غانا. تمام. لاعب رقم 2 سيد حسين. سيد حسين لاعب الداخليه. تمام. ده باك ليفت بس كان محترف السنه اللي فاتت شكله كان بيلعب منتخب مصر ولا ايه؟ ايوه تمام كان منتخب مصر فعلا في الناشئين. في الناشئين تقريبا جيل شيكابالا. تمام. ده سيد سيد حسن اسمه سيد حسن. الصفقه الثالثه محمد العادلي لاعب الترسانه بيلعب في نص ملعب لعيب كويس. تمام. منتخب من الترسانه. رابع صفقه معانا محمد مكي لاعب تليفونات بني سويف طبعا نجم حرس الحدود لعيب كويس قوي مكي. ده انت عارف ان مكي تقريبا اقصر لاعب في الدوري الممتاز في الدوري الممتاز. تمام تمام. محمود سمنه بعد كده من بتروجيت مساك زوج بنت كابتن صبري المنياوي. صح كان زوجه كان تمام تمام. بس طبعا الصوره دي من غير دقن. هو محمود سمنه يعني معروف ان هو بيربي دقن مربي دقنه دلوقتي. بس الصوره دي عشان ما حدش يقول احنا جايبينه لعيب كويس قوي على فكره. ولد مساك كويس وولد محترم. سادس صفقه معانا موسى كبيرو مهاجم المقاولون العرب. موسى كبيرو ساب المقاولين بس لعيب كويس. طبعا لعيب كويس جدا ودي الصوره هو بيوقع وهو بيمضي مع القناه قناه. موسى كبير
وفي برضه جابوا لعيب عنده مشاكل مع المقاولين في الاخر. جابوا لعيب اسمه علي العربي برضه من انبي يعني. تمام. تليفونات بني سويف النادي 17 معانا. احمد حسن دروجبا من الجونه. يا كنت عارف ان تليفونات بني سويف كانوا هيوقفوا النشاط. كانوا وقفوا النشاط. خلاص مش عايزين كوره. خلاص ما هو اللعيبه اصلا راحت مضت ببلاش بمرتب الشهر بس. انت بتتكلم جد؟ والله ولا مليم. قال لك اللعيب اللي كل لعيبه راحت مضت في اخر يوم. لف 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 مش لف مش لاقي حته راح مضى في اخر يوم يعني ما عندهمش عقود. ده كان في لعبه كتير جدا في الدوري الممتاز ونجوم ما لقوش يعني كانوا عايزين يروحوا. قال لهم لا احنا خلاص قفلنا في اخر يوم ما لقاش. قال لك اروح العب ببلاش. تتكلم جد؟ ببلاش مرتب بس ممكن بيتعين في الشركه. ولا كابتن احمد سعد كان في اتصال معايا قبل ما يعني قبل القيد بحوالي شهر قبل ما يجيبوا اللعيبه. قال لي احنا اللعيبه هتيجي بمرتب الشهر يعني ياخد مثلا 5000 جنيه في الشهر حاجه كده 2000 جنيه ولا حاجه في الشهر. يا نهار ابيض لعيبه اللي بتاخد 600000 700000 هيلعبوا بالشهر ب 2000 وب 5000 وب 10000 عشان لعبه تحمد ربنا وبعضهم ممكن يعني يتوظف عشان لعبه تحمد ربنا تحس انها فعلا كانت في نعمه. صحيح. احمد مسلم ليرز البلجيكي طبعا لاعب النادي الاهلي السابق قدامنا في الصوره. احمد ابو مسلم. احمد ابو مسلم حازم. طب راح برضو ده اخر يوم احمد ابو مسلم؟ راح اخر يوم هيعمل ايه كده. تمام. حازم فتحي برضو نفس الكلام اخر يوم. صحيح. في المنيا ومشي من المنيا وراح اخر يوم. تمام. حازم فتحي لاعب الانتاج الحربي ده مساك. وعمرو سماكه كان في لبنان ورجع. عمرو سماكه لاعب الاهلي ولاعب الترسانه قبليه عمرو. لا كان ده بص ده يا جماعه اللي انتوا شايفينه بيكلم الكوره. كان امهر لاعب في مصر كلها. كان بيكلم الكوره. كان بيكلم الكوره بس. والله يلا كده احنا خلصنا التليفونات. التليفونات عمرو كان جاي من الجيش اخر سنه كان في الجيش قبل ما يسافر لبنان. تمام. في برضه معاه مرسى عبد اللطيف من الداخليه ومحمود عبده. كان منتخب مصر مع كابتن اسماعيل يوسف ومحمد لطيف وكان في غزل المحله محمد شديد قناوي يعني في كام لاعب برضه. محمد شديد قناوي اخو احمد شديد. احمد شديد قناوي. في حمدي سيف من سموحه. في عمرو مجدي من المصري. دول الصفقات برضه الثانيه اللي موجوده معاهم يعني. في هيثم عوض من الداخليه وفي وائل فراج مهاجم بتروجيت. تمام. دول كلهم راحوا التليفونات. الرجاء برضه ضم حوالي 16 15 لاعب حاجه زي برضه من اكتر بس كلهم عقود قليله. 100000 جنيه اقصى لاعب. ده 100000 جنيه ده كتير الضرايب يعني 90000 جنيه صافي. اللي بياخد مقدم عقود 20000 جنيه كل لاعب. تمام. مقدم عقد كان بياخدهم مكافاه ماتش. وفي ناس ب 40000 وفي ناس ب 30000 طبعا اللي موجودين وفي تمام. هنتكلم على ابرز الصفقات. احمد عثمان بيليا مهاجم الجونه. تمام. رقم 2 احمد فيليكس وسط ملعب بتروجيت. احمد فيليكس. احمد فيليكس. وكان باك رايت كمان. وكان باك رايت. رقم 3 امير اسماعيل لاعب مصر المقصه. وكان في دمنهور قبل كده. رقم 4 اسلام فؤاد مهاجم بتروجيت. اسلام فؤاد. ده مهاجم هيبقى مفاجاه الموسم اعتقد يعني كابتن خالد. فعلا. ان شاء الله. ان شاء الله كمهاجم مصري الشباب الاساسي مع كابتن مصطفى يونس. تمام. رقم 5 تامر محب. ده طبعا نجم بتروجيت. تمام طبعا. كان راح مضى في الاتحاد وحصلت مشكله ومشي. تمام. ده بالنسبه للرجاء. في لعبة تانية في مصطفى فؤاد في الجونه ومهدي صبحي يعني في الرجاء بيقولوا فرقه كويسه. الرجاء فرقه كويسه هتبقى الحصان الاسود يعني مش هتكسبوا الاهلي مش هتصارع من اجل البقاء. لا 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 فرقه كويسه. تمام. عندهم فرقه كويسه. يعني كده نروح للمنيا نادي 19 معانا. اسامه السيد لاعب الاتحاد والمصري طبعا. اسامه السيد. بعد كده ابراهيم الهلالي مهاجم الجونه طبعا. كان عمل صليبي قبل كده. عمل 2 صليبي. وكان بيلعب في المصري. كان بيلعب في المصري. تمام. كان في الاولمبي اصلا قبل كده من زمان خالص. تمام. بدايته كان في الاولمبي. رامي ربيع مهاجم الاتحاد. رامي ربيع طبعا. وطبعا في النص الطويل اللي قدامنا. والمقاولين. والمقاولين. ووليد انور لاعب منضم من السكه الحديد. وكان لعيب الزمالك وبلديه المحله والمصري. لسه عامل حادثه على فكره. تمام لسه من حوالي 4 الحمد لله وربنا ستر يعني. تمام. المنيا فيه برضه سامح علي وفي محمود قعود من بترول ضموا 3 من بترول اسيوط. وفي محمد شوقي غريب. ومحمد شوقي غريب. محمد ابن الكابتن شوقي غريب. محمد شوقي غريب مظبوط يا كابتن. بيقولوا كمان جات له اصابه في العضلات البطن السفليه محمد شوقي غريب ومش هيلعب. مش هيلعب لا. وفي ثلاثي كمان كان في كلام ان هو هيسيب المنيا وهيروح المقصه. طفشت من مين يا كابتن خالد؟ لا في كلام والله انه هيسيب بعد ما كابتن علاء في كلام ان هو هيروح المقصه وكان بيكلمه طارق يحيى على كابتن محمد شوقي غريب. اتفضل. حرس الحدود نادي العشرين. ابرم بعض الصفقات في 2 من الدرجه الاولى يعني اللي كان الكابتن باسون اتكلم عليهم في التقرير. وفي بقى طبعا الصفقات المعروفه فيها عبد السلام نجاح. رجع طبعاً. تاني لاعب انبي بس كان عامل رباط صليبي ولسه راجع بيأهل يعني. ده قدامنا في الصوره. ومحمد شعراوي من تليفونات بني سويف. تمام. محمد شعراوي من تليفونات بني سويف.
حرس طول عمره اقل نادي بيجيب صفقات على طول. ومحمد فتحي طبعا حارس مرمى النادي الاسماعيلي وكان في التليفونات الموسم الماضي. تمام. بعد كده ابن خالد عماد النحاس. ابن خالد عماد النحاس تمام. جبت فيه مره 4 جوان مره ما كنت في الزمالك. مين سموحه بقى خش. احمد مجدي. احمد مجدي لعيب عارم غزل المحله. عارم غزل المحله. تمام. السيد فريد لاعب الاتحاد طبعا. اكثر لاعب بيعمل ضربات جزاء. اكثر لاعب بيعمل ضربات جزاء. ايه اكثر لاعب بيعمل ضربات جزاء. بس لعيب كويس طبعا. لعيب كويس. تمام. ما بسلمكش على هوا سيد والله عشان ما تزعلش. احمد سعيد اوكا. احمد سعيد اوكا. ليرز ومنتخب مصر ووادي دجله وحرس الحدود تمام. ونادي الشمس في البدايه. الشمس في البدايه. احمد سعيد. تمام. والاسماعيلي بعد كده وسابوه. تمام. احمد يحيى حارس مرمى الشمس. ده حارس مرمى كويس. نادي الشمس. نادي الشمس. كان الاهلي بيراقبه في بدايه الموسم على فكره. كان الكابتن حمدي برضه بيقول ان احنا كنا بنتابعه. كانوا عايزينه كانوا يعني. بيتابعوه كانوا بيراقبوه. تمام. وكابتن ناجي خليل برضه. المهم في النهايه راح سموحه. اساسي بقى غالبا يعني. هو محمد العربي كمان. العربي هو العربي. تمام. ده ايمن اشرف باك ليفت النادي الاهلي. لعيب كويس طبعا. طبعا. حسن جمعه الجونه. كابتن مصطفى يونس كان بيقول لي حرام انه يمشي من الاهلي. طبعا لعيب كويس. تمام. حسن جمعه كان ينضم للزمالك وبعد كده الصفقه. ايوه ده الاشول بقى. الاشول. ايوه ده حسن جمعه. مش حسام عبد الجواد. لا هو حسن جمعه. حسن جمعه تمام. تمام. حسن تمام. كان في الجونه قبليها. كان في الجونه السنه اللي فاتت. اللي هو جاب جون في الزمالك من فاول تقريبا. من فاول. صحيح. ده مين بقى؟ ده ديفيد اوفي غاني. ده ايه الجسم ده؟ لا ما شاء الله. بص الفخده عامله ازاي. جابت العضلات متقسمه ازاي. ده فخد له. نمسك الخشب. ما شاء الله. سنة عندنا شهيره. كلمه شهيره عندنا. فخد. فخد له في الكوره. تمام. مين؟ شريف حازم. شريف. بتروجيت المساك. كان في كلام انه يروح الزمالك قبل كده. كان في كلام فعلا. بعد كده صامويل اوسو مهاجم غزل المحله. ده لعيب كويس على فكره. هايل. ده بص بقى كابتن هايل. ده اللي كان جاب جون او جونين في ماتش غزل المحله لما الجمهور نزل. الجمهور نزل الماتش الاهلي. بالظبط. ما لعب جونين في 5 دقايق كده منهم جون لوب من فوق حارس مرمى. الماتش اللي حصل فيه المشكله. تمام. لعيب كويس. هايل. مهاجم هايل. تمام. بعد كده عبد الرحمن فاروق. لاعب حرس الحدود. اخو عبد الله. اخو عبد الله فاروق. تمام. تمام. بعد كده علاء علي لاعب تليفونات بني سويف. صحيح. دول 11 صفقه بتوع بتوع سموحه. كابتن حماده صدقي. طبعا كابتن حماده صدقي المدير الفني. انت بتقول بعت رساله لكابتن شوقي. ايه بعت رساله. بس خلاص بقى مش مشكله. سمعتك النهارده. في الراديو. في الراديو. طيب. كده كل حاجه. لسه 22 طالع الجيش بقى. طالع الجيش بقى. بنختم نروح لطالع الجيش. ختامهم اخر حاجه معانا مين بقى. احمد جمال. لاعب بلديه المحله. ديفندر اللي كان لاعب بلديه المحله. ده في ديفندر هايل يا كابتن خالد. رقم 2 اسلام نبيل لاعب المنيا. تمام. كابتن عبد الجليل امام مدير الكره بيراهن عليه ان هو لعيب جامد جدا. جدا. تمام. بيلعب تحت الفراوده. رقم 3 خالد ربيع. لعيب كويس قوي. هايل. انا حكمت له ماتش من 10 ايام. عارفه عارفه. هايل. ولعب قدام الزمالك ماتش عالمي قبل كده. هايل. لعيب هايل ولعيب محترم وسريع. تمام. وحريف. تمام. رقم 4 رائد منسي. رائد طبعا لعيب كويس. لف مصر كلها. لف في مصر كلها. كان في غزل المحله. وبعد كده رجع راح طلع الجيش. رضا جمعه لاعب وادي دجله. تمام. رائد جمعه بيلعب مساك وبيلعب في نص الملعب. رائد لسه كان جايب جون حلو قوي في الاهلي السنه اللي فاتت. ده السنه اللي فاتت اللي رقص فيه. رقص فيه الفرقه كلها. رقص في بركات. تمام. ده سعد محسن. من سموحه كان في الجونه وراح سموحه. تمام. بعد كده محمد ابراهيم طياره. المصري المنضم من مصر المقصه. ده لعيب جامد قوي ده. قوي. او امبي وكده. اخو احمد ابراهيم لعب الجونه. اخوه. والله؟ اخوه. بس محمد لعيب قوي قوي. محمد لعيب هايل. احمد بيلعب مساك. بيعرف يعدي واحد على واحد. اخر صفقه معانا محمد خلف حارس مرمى مصر المقصه المنضم لطلائع الجيش. دي كانت كل صفقات. معظم صفقاتنا. تمام. كابتن سعيد بشكرك. تمام. النهارده عرفنا الناس كل الصفقات الجديده. بشكرك كابتن سعيد. ربنا دايما التوفيق. شكرا. هنطلع لاستعدادات منتخب السويس. منتخب السويس بقاله كام سنه ما بقاش الدوري سعيد؟ كتير قوي. ما هو بقاله فتره كبيره. مع انهم مليانين مواهب. اكتر من 10 سنين النادي السويس مليان. محافظه السويس مليانه. مليانه طبعا. وكان لهم باع كبير في الدوري الممتاز. تمام. واسباب سوري مش استعدادات منتخب السويس. اسباب بعد منتخب السويس عن الدوري الممتاز مع المراسلنا النشيط حازم علي. هنروح لهذا التقرير. وبشكر سعيد لطفي مره اخرى. بشكر وائل همام مخرجنا المميز دائما. محمد فتحي رئيس التحرير. علاء الوتيدي المنسق العام. وايضا مصطفى صلاح وامير نبيل في الاعداد. وبشكر محمد فوزي مراسلنا النشيط. وايضا بشكر طارق هاشم مراسلنا النشيط جدا ايضا. وبشكر ايمن سالم ومحمد هشام في الانتاج.
بكرة عندنا حلقة جديدة وحلقة مهمة من الرياضة العالمية مع تامر بدوي، وانتظروا فيلم جديد لنجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو اللي اعتزل كرة قدم، يكون موجود معنا بكرة إن شاء الله مع الرياضة العالمية وتامر بدوي. وتشيلسي والأرسنال اتعادلوا بدون أهداف من شوية، المباراة لسه خلصانة. تواصلوا معايا من خلال جروب التواصل مع الكابتن خالد الغندور على الفيسبوك، تواصلوا معايا من خلال الفيسبوك الخاص بي انا شخصيا، وبعتوا لي رسائل على 010-100-212. لو ربنا كتب لنا عمر هشوفكم بكره العادة باذن الله. بكره الساعه كام يا كابتن خالد؟ تصبحوا العاده بكره العاده بتبقى من 3 ل 5. 3 ل 5 ماشي. تصبحوا على 1,000,000,000 خير. دي منتخب السويس احد اكبر واقدم الانديه المصريه، تاسس عام 1948، هبط الى دوري الدرجه الثانيه موسم 99-2000 ولم يعد حتى الان. ترى ما هي الاسباب وما هي التفاصيل لعوده منتخب السويس للدوري الممتاز مره اخرى؟ التفاصيل في التقرير التالي. الاسباب يعني طبعا الاول ماديه، وبعد كده في كان في عدم توفيق، يعني في بعض المواسم الفرقه وصلت لمرحله متقدمه وكان اخرها السنه اللي فاتت كانت تخش دور الترقي، على اخر ماتش ما حصلش نصيب اللي هو ماتش الزرع. يمكن السنه دي الحمد لله في عندنا برضو محافظ كويس مهتم بالرياضه ابتدى يدعم ويخش معانا في النادي، مديريه الشباب والرياضه ابتدت تشتغل معانا فالمنظومه والجماهير، فالحمد لله ابتدت المنظومه تكمل. لكن احنا طبعا الموارد الماليه هي عائق لنا بشكل كبير، لان احنا كنادي جماهيري ما فيش اي دخول بتخش لنا غير عن طريق المحافظه او عن طريق المجلس القومي للرياضه اللي هي بقت وزاره الرياضه. فدلوقتي الامور بقت الكوره صناعه، وصناعه محتاجه مال. وما زلنا لغايه دلوقتي في السويس بيصارع انه يصعد في جو صعب جدا الصعود فيه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. انت هديت بسرعه عشان ترجع تبني تاني، عايز سنين طويله عشان ترجع تبني تاني. فانا شايف ان العمليه كانت اتلخبطت مننا سنين طويله، ومهما تجيب مدربين ومهما تعمل ومهما تجيب مجالس ادارات، المنظومه من الاول اتهدت بطريقه منظمه، فعشان ترجع تاني تعيدها تاني لازم ترجع تاني برضو بنفس الطريقه وبنفس القوه وبنفس النظام. لان خد بالك برضو احنا ما كناش فرقه عاديه، احنا كنا فرقه لينا صولات وجولات سنين طويله من ايام الكابتن نجوم كتير الفتره الاخيره، كابتن عبد السليم، كابتن اللالي، كابتن حسن الاسناوي، الجيل الجديد كابتن خالد بيبو، حضرتك كابتن اشرف امين، كابتن غريب حافظ، يعني اسماء كتيره برضو لوحده، كابتن حسن ابو الوفا، كابتن ياسر السيد، اسماء كتير واجيال تعاقبت، لان كان في نظام وكان في الصح هو اللي بيتعمل، وده فرق معنا سنين طويله وفرغ لعيبه كتير. هنقول اسباب مناصفه، يعني 50% كانت اسباب فنيه بجانب في 50% الثانيه كانت اسباب اداريه. وطبعا مع الظروف اللي احنا بنعيشها ديت الفتره الاخيره ديت، يعني انا مش عايز اقول لك الوضع اختلف معنا، احنا يمكن اكتر محافظه ضرت من بعد ثوره 25 يناير. يعني يمكن 25 يناير دي انا اللي بقول لك جت نكبه على نادي منتخب السويس. السويس كانت شراره الثوره، واحنا اللي عملنا الثوره، الناس كتير قوي استفادت منها في المجال الرياضي ومن الانديه كتيره جدا، بالعكس احنا جت علينا عكسيه. يعني احنا كان عندنا ماشيين في طريق استثمار كان عالي جدا جدا، في 23 يناير كنا طرحين كراسه شروط، وكانت المزاد هيتعمل يوم 28 على 36 محل، ودي كانت بدايه التسويق عندنا في نادي منتخب السويس. لولا طبعا ظروف الثوره، يعني مش عايز اقول لك الثوره خسرتنا 18 مليون جنيه، كانوا داخلين نادي منتخب السويس. ازمات كثيره يعاني منها نادي منتخب السويس، وهنا السؤال، هل سيعود نادي منتخب السويس للممتاز مره اخرى ام لا؟ حازم علي من محافظه السويس لبرنامج الرياضه اليوم، والكابتن خالد غندور.